السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ان شاء الله. المهم حنا رحنا خرجنا اليوم، بغينا نديرو بكم واحد الجولة خفيفة ظريفة في المدينة ديال العين. خلينا مقتطفات ودابا جينا لواحد المول. بغينا ناخدو الإضاءة على ودية التصوير ونشاركوها معكم ان شاء الله. وحنا دابا جينا لواحد البلاصة وبغينا نصورو لكم شي فيديو. خليوكم معنا حتى الاخر البلوك. شوفوا الديكورات، يا سلام. هذا الدرهم 2000 درهم، يعني 100 ثالث مغربية. يا سلام زوين. واش كله بالطبلة بلي زاكسسوار كلشي؟ لا غير الفوتو يخدا دي عاد كل حاجة ثمنها. شوفوا الديكورات شحال زوينين. شوفوا الطاقم عاود، هذا شحال؟ لحظة لحظة جاية. اوه زوينة، دايرين عرض عليها ب 57%. دير باي باي. كما كتشوفوا الطاقم كامل راه 2.5 مليون، ولكن شي هبل هبل. الناموسيه ديالو طاو كامل تقولوا شي 3.5 مليون مغربي، يعني الطاقم كامل. عندك هادي بجوج، وهاديك المرايا، وهادي. اش كتحيديها؟ تحيدتها هادا ديال المكياج ولا معرفتش تخربق. هادو ديال الشميعات. المكياج زوينة هادي ما خطا. زوينة هادي والله إلا واعرة. غادي ندير فيها فرشات ديال المكياج. فرشات؟ هادوك لي بانسو. وهادي؟ وهادي فيها فون دو تان. شحال الأسمنة؟ هادي ب 16 درهم. وهادي؟ وهادي هادي ب 27. زوينين. والله إلا الأسمنة وين راه حيت دايرين عروض. ولا 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 شو 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 حتى الثمن ديالهم 2900، وإني الطاقم كامل. هادو حاطين الحريره وقيله. يا سلام. هادشي قالك دايرين عروض 5000. ركبنا شي على شي الله اكبر باش تعرفوا. لحقاش لحقاش داك الفيديو ما وطيناهش وما حطيناهش، حبينا بزاف ديال الفيديو. واليوم خارجين وبغينا نكملو لكم على بلوك واحد ان شاء الله باش تشوفوا فين غنمشيو. اسواق من اليوم من الصباح وهي كتوحشنا على الطاجين الى لقيناه. لا استاذ اللي جيت ما لقيت الطاجين.
صافي هذاك اللي ديك اللاطه بحال الطاجين. نسيت المذاق ديال الطاجين والله الا نسيت المذاق الطاجين اللي كيتفشتو على الناس باش يردو دابا. المهم جينا لهذا المطعم المغربي الصراحه عندهم الماكله زوينه. شو سميتو شفشاون للاكلات المغربيه، عندهم الاكل المغربي على اصوله. حسينا براسنا الصراحه في المغرب بحال رحنا جالسين في المغرب، واحد الجو زوين تبارك الله. المهم هو كاين في العين، في صناعيه العين بالضبط للناس اللي كاينين هنا، وبزاف اللي كيسولوني هنا من جيسيات وحدين اخرين على كسكسو. اي مطعم مغربي غادي تلقاو فيه كسكسو، وهذا مطعم يعني زوين عنده الماكله زوينه. كاين في صناعيه العين خلف ريمان مول واللولو. المهم احنا وصلنا للباريون الصراحه ميت تخسخ هذا النهار شويه هو يضربني في الزنقه تجرحت يا تصب كلشي تجمع. المهم صراحه عينا تقدينا بزاف التخربيق، درنا الشوبينغ ديال بصح. المهم انا غادي نشارك معكم داكشي اللي خديت حيت لقينا عروض زوينه. ديما حنا حيت لقينا عروض زوينه ديما كيكونوا عروض زوينه الصراحه عندهم. المهم اول حاجه طلعت هي هذه منها. المهم حنا راه ما وريناكمش بلي مشينا لذاك المول ديال 10 دراهم اللوتس اللوتس ما صورناكمش باش ما يجيش الفيديو طويل، حقاش ديجا درنا لكم فيه جوله. المهم غنوريكم نشارك معكم غير الاغراض اللي خدينا من عندهم. انا اللي خديته من تما غنقول لكم هذه خديتها من تما ب 10 دراهم. هي جايه ديكور وفي نفس الوقت مبخره كهربائيه جايه على ديكور جايه على ديكور ديال شكل بوله، وكتسارج بالسارج كدير فيها هاد اللعيبات هادو، كدير فيها الماء. المهم حتى نخدمها شي مره ونوريها لكم، دابا راه ما فيا ما يخدم ما حتى شي حاجه. كدير فيها هادو كدير الماء وكدير شي عطر يكون زيتي باش كتبقى تشعلها وكتبقى تخدم لك بحال هاد الشكل كيف ما كتشوفوا ها هي كتلق كتبخر يعني. المهم كديروا اي عطر نتوما اختاريتوه. هاد الايبات هادو خليتهم المهم تنحطهم في الطبله يعني داكشي اللي كيكون سخون جايين بحال الشكل ديال الخشب. كاينين اربعه شحال هادو 8 درهم وستة هادو من اللوت. شريت هاد الساك هادو كنحاول نزرب نوريكم بالزرب على حقاش كثير وما بغيتش الفيديو يجي طويل. خديت هاد الساك هادو هذا حتى هو من اللوت ب 10 دراهم ديال الكوير. المهم عجبني الشكل مقتش هو الصراحه ما خدت شي حاجه زعما شي حاقد ولا شي حاجه وعجبني وخديته. خليتيها تنوريوها في الطبله كي كتجي كتخلينا. كاين هاد الطواسي هادو كاينين ثلاثة في هاد اللون باج في المارو الباج. المهم هادو باش ننظم فيهم داكشي في البلاكار وصافي. المهم على هاد الشكل الحبة بخمسة دراهم ونص هاك سالينا هاد الخمسة. خديت انا هاد الكلاكيطه هادي سهلي من اللول 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم زوينه والله خفيفه و كتسنى وهنايا كوير زوينه. المهم راه باقي حتى كنشري الحوايج الصيف مازال ما كنشري الحوايج. هادي خديناها للطبله داكشي علاش خديت لها هاد الايبات سامبل لحقاش هذا جاي ميكا الطبله وتحت منها توب يعني لا نارف ولاصق عليها ميكا. خديتها باش نبدل نتاع سالامونجي سالامونجي سميتها صافي الثلاثة هادي. المهم هادشي من اللوتس هادشي كلو من اللوتس. خلينا جوج فراجي بحال بحال غنوريكم غير واحد هاهو هدا ديال القهوة. هادي بوم ديالك ترسيني خليت هادشي ديال مارسيال هادشي كلو من اللوتس هادو. هاد المرايا زوينة بغيت نوريها لكم حتى هي من اللوتس ب 10 دراهم وقيلا 10 دراهم ونص. هادي عجباتني عرفتو ما فيا ما يركبها لكم. المهم راكم عارفين دايرة بحال ريبول راكم عارفين الشكل ديالها كيجي بحال غير هادي عندها هاد الأسا ديالها فيه هاد سطخاس ولا شو سميتو سطخاس. راه عرفتو الكاميرا مديشارجي داكشي كنصور بالتليفون. جاية خديتها في البيض ركبها لي انا نركبها باش على ما انا كنوريهم نوريو التليفون حتى تكون ركبتيها هاك
خليت هادو تاع الكوزينه. المهم داكشي اللي ماشي شي حاجه غير بالزربه، جيل دوش جيل دوش شامبو خلاص هاد الشولدر هذا تاع الوجه. المهم كنحاول نزرب، خديت الفراجو وخديت كونتورين خديت هاد الطاسات هادو تاع القطنيه لي بات. لحقاش انا كنت واخده واحد المجموعه، واحد هي المجموعه فيها اربعه ولا سته جبنا سبعه. لا هذيك اللي كنت واخده قبل كانوا خمسة. عندي خمسه عندهم المغطى في الصفر وبغيت نزيد منهم لحقاش ما كنلقاش فين ندير حاجه وحدين اخرين وما لقيتهم. شو رجعت خديت هذا الشكل هذا خديت منه شحال واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه خديت منهم سبعه. ها هي المرايه تركبات دو فاس حتى كتكبر وحده كتصغر كتبدا دير بحال مكبره وحده كتبينك عادي الراس ديالي كيبان كبير. باسات شحال عشرة طاقة وشرينا واحد المفاجأة زوينة صراحة عجبتني هذه بارفان كان فيها واحد العبد لي زوين بزاف صراحة بارفان فن ريحته وكتصلح للرجال وللعيالات. هادي البارفان عربية صراحة لي بارفان العربية فني فني عرفت شحال ديالهم داكشي اللي عطاونا هدية وهادو عطاهم لنا كادو بارفان ديال هادي بارفان كادو معاها صراحة ريحتها فنة 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 شوفو شوفو ملكية شوفو زوينة الصراحة عجبتني وريحتها زوينة. عين شو عين مارش لكم بس تشموزي شوية ما لا توصلش هادي هادي كادو ريحانة عطاني وحدة أخرى ما شو سميت هذيك اللي عطاني وما عجبتنيش قد يمكن لك تختار اختاريت هادي هادي جاي بحال ديك بحال ريحة هادي حلوة بحال ما عرفت شكون ديك الريحة شكون ديك الحلوة الورد واقي دارو ما عرفتش نسيت أنا بقوة ما شميت الريحة دخت ريحتها زوينة أنا بحال الورد ريحتها زوينه. هذه ديال الفراش وهذه نفس النمط ديال هذه هذه ديال الفراش ديال الماكن ديال الدار يعني انت الحوايج ديال الحوايج شنو الحوايج زعما الفراش الفراش هادو هادو نتاع نتاع الفوتوي وكلشي باش كتبقى ريحه زوينه. حتى هذه ريحانه هما نفس النمط بستان طيب صراحه ريحتهم فني ريحتهم فنين وعطانا لاكارت نتاع الشركه قالنا الا بغيتو تطلبوا غيكون عليها عاود التخفيض ياك لحقاش ديجا شرينا من عندهم. المهم سميتها بستان طيب. المهم حتى هذه خديت هذا البارفان وريت لكم شي هذه زوينه عجبتني حمم قدني. المهم حتى هذه بارفان عربيه صافي لي بارفان فرنسيه مقاطعون اصلا الصراحه هنايا لي بارفان عربيه واعرين كلهم البستان مع اماراتي اماراتي وهذا عطر الليل سميتو اماراتي. المهم الشكل ديالها جاي كيوت شوفوا الشكل انا الشكل الشكل ديالها جاني بحال شي ديكور واخا تسال البارفان غنخليه ديكور و يعني هذه ماشي بارفان تاع جايه بحال شكل المسك وريحتها فنه ريحتها فنه فنه فنه. انا ما كنشريش البارفان يلا كنشمها هذه راه كنت شميتها قبل وخليتها فيا لحقاش شويه الروائح كيديروا لي الدخان خليتها فيا وتاب عجبتني من بعد ما درت لي لا دخله ولا عاد رجعت خديتها لحقاش شحال مره كنشري لي البارفان وما كنستعملهمش كيديروا لي الدخان والشقيقه والروينات الحلوه فين دابا عاد غادي ندوز للحوايج. الحوايج صراحه واحد المفاجاه لقينا المهم كلشي مفاجاه فين ما مشينا نشري والدار كنلقاو مفاجاه. شريت هادو شريت هاد الكسيوات شوفوا دابا ما غاديش هادو كلهم تركيا ما غاديش نقيسو لكم دابا حيت عيينا والفيديو غيجي طويل ولكن الفيديو الاخر الجاي ان شاء الله ياك ديروا فيديو واحد اخر نقيسو فيه هاد الحوايج شوفوا كي غادي يجيونا. المهم هادي راه ماشي كسوه طويله جايه بحال شوميزه كتلبس مع سروال ما قلتلهمش العطور بشحال. المهم هذاك الباك كامل 130 درهم أو العطر هذا يعني هذا هذاك 100 درهم
هذاك عطا 100 درهم وعطانا كادو. هذا غير عبد، هو قبل كان 200 درهم، 100 درهم اماراتي بحال قلت 250 درهم مغربيه، ودايرين عليه عرض، وهذوك اللي معاهم غير كادو. ولكن الصراحه زوين، راه يعني تستاهل اكثر والله. وهذه ب 49 درهم، يعني زوينين وما غاليينش. وهذه خديتها ب 79 ياك، 79 درهم، غير ما نزربش. هذه كسوه طويله طويله طويله، جاي فيها هاد الديتاي تاع سوريالو في اللبسه. جاي فيها هاد الديتاي في التحت، وجاي فيها هاد الديتاي في اليد، حتى هي 79 درهم في الزيتي. المهم كنحاول ما نزربش، كنحاول نزرب، قلت كنحاول ما نزربش. هذا خلاص لي بحال عادي ب 49 درهم شريته لهاد المهم المفاجاه اللي لقيت في هاد المول هو انني هاد الشيء اللي خديت، هادشي اللي خديت 250 ولا 200 درهم؟ انا 250 ما عرفتش. المهم هادشي اللي خديت 200 درهم، كيعطيوك 100 درهم تشري بها اي حاجه فابور. فاش انا كنت اصلا هادي واخداها وتحسبات لي فابور، ما كنت يعني ما كنتش عوانه باش نخلص، وزدقت هادي خديتها فابور 79 درهم بحال هاد الصفرا تقريبا. المهم شويه مبدله في السيل، وخديت شار، ما كنتش عوانه ناخذ شار، ولكن خاصني باش نكمل 100 درهم عاد تحسب لي. وخديت هاد الشار 19 درهم، هذا اللي غيجيني مع ديك الكسوه الزيتيه لحقاش. هذا غيجيني مع الكسوه الزيتيه لحقاش الصيف ديالها في نفس اللون. انا غير هزيت الصراحه، غير هزيت فاش قالت لي خاصك تكملي 100 درهم، وحمقاتنا بقات 2 دراهم ما لقينا ما نشريو، وصافي هزات لنا غير هاد الماسك. انا غناخذو غندير داك الماسك صافي خليك ليا. ويونس ها هما حوايج كنت عاوز جديد، ويونس شرا هادو. المهم قال لك شرا غير اللي خاطري الصراحه، قولوا له انا عجبوني بزاف هادو القميجات، شوفوا زوينين وجاو في اللبسه واري بشحال هذيك توقي. انا تسولت لا هادي 65 65 وهاد السروال حتى هو جاهز زوين كري سليم سليم، ولكن ماشي جين بحال الثوب بحال ماعرفتش. هذا ب 89 درهم، معاه قميجة شرا قميجة جات معاه لبسة زوينة. المهم تا نقيسو لكم دابا، راه كنوريكم غير بزاف الدربة جاب معاك الصراحة. المهم هاهي هادي القميجة لي شرا، صراحة التليفون ما كيبينش الألوان تاع داكشي مزيان، الكاميرا كتبين حسن، الكاميرا مديشارجية. المهم تنصورو لكم اللباس فاش فاش نقيسوهم. هادي جات معاه قميجة، قولوا له بلي هاد القميجات زوينين في لي كومونتير، قال لي غير دار لي خاطري. انا صراحة عجبوني، عجبوك يا شباب؟ عجبوني مازال ما عجبوش صراحة زوينين. هو اصلا كيلبس بحال هاد السين، ما عرفتش شنو جا على هادو. المهم هيت وكاينة واحد المفاجأة زوينة 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 غادي نوريها لكم دابا. خديت انا كنت باغا ناخد مرايا ولقيتها بالصدفة وعجباتني، انا غنوريها لكم. المهم هذه الإضاءة خديناها المرة اللي فاتت في أول فلوغ نصورو، حنا جمعنا فلوغ واحد رحنا ركبناها وداك الشيء. اش أجت الهالوس فيها ثلاثة الألوان، راه ديجا صورنا بها فيديو نتاع هنا فيديو صورنا بها يونس. شنو الفيديو اللي صورنا وحطينا؟ صورنا واحد صورنا الفيديو ديال عيد زواجنا، وصورت واحد الفيديو أنا بواحد الماسك ولكن باقي ما حطيته. المهم هي هذه خديناها فيها الالوان، فيها ثلاثه الالوان، كاين الصفر وكاين الزرق. المهم بغينا نوريوها لكم، وهي راه كتزيد طوال من هاد الابه، هادي كتزيد طوال كتزيد تقصر كيف ما بغيتي كتقادها على قياس. حنا كنحيد هادي وكنركب الكاميرا، كيمكنك تركب تما الكاميرا، كيمكنك تركب التليفون، دير باي باي. والمفاجاه هي هاد المرايا، صراحه عجبتني زوينه وكتحل من هنا ديال لي ماكياج. واو ندير فيها، ندير فيها سمعت ما درتش ديال البنات، غندير الماكياج لي زاكسيسوار. كاين هاد التمشيه
هنا تبقى تحطي الحلقات ديالك معنا كندير الحلقات بالحلقات بزاف السوار السوار كيمكن تشوفوا صراحه زوينه عجبتني كنت كنشوفها بزاف كتباع اونلاين وكانت كتعجبني ودابا لقيتها مباشره يا سلام انت هنايا كيمكن دير دابا هنايا بحال شي ذهايبي كيبيع الذهب هادشي كله خواتم هادشي كله خواتم عندي صراحه عندي خواتم بزاف نستفهم هنا اي ما كندير شوف مره عندي قلاد الخواتم وهنايا يمكن نعلق داك العقيق وداكشي باش ما يبقاش يتخربق لي المهم عاد غنشوف شنو غنستفهنا تنشوف شنو ندير فيها صافي هي هادي المهم حطيتها في هاد القسمه زعما عرفت فين غنحطها وفي نفس الوقت يمكن كتشوف اللبسه كامله يعني فاش كتلبس كتشوف لبستك كامله قبل ما تخرج المهم غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو كنتمنى يكون عجبكم ونكونوا خفافين وظرافين على قلوبكم ويعجبكم الفلوق ديالنا ويعجبكم هادشي اللي شاركنا معكم الا كانت عجبتكم القناه واول مره تشوفوها ما تنساوش ديروا اللايك وسبسكرايب باش يوصلكم الجديد ديالنا ديما ان شاء الله بحول الله واحد الاخت وكانت ديجا طلبتو مني انني نشارك معكم الماكياج ديالي ولي بارفان ديالي انا ما نسيتش قريب غنصور لكم ان شاء الله هذا الفيديو غير وكان حيت جاونا كنت درت ليونس المقلب ومن بعد درنا عيد زواجنا ودابا صورنا هذا الفلوق ولكن ان شاء الله الفيديو الجاي واخا راني ديجا مصوره واحد الفيديو ومازال ما مونطيتوش صراحه كنصورو ما كنتسولاوش المونتاج مع الخدمه المهم ان شاء الله غادي نصور لكم داك الفيديو غنمونطيه وغنحطو من بعد هذا ان شاء الله بحول الله المهم باي باي ليكم وبوسه كبيره ودابا غنوريكم واحد الروينه وراني عييت شوفوا جوطيه خاصني نجمع هادشي كامل المهم نخليكم باي باي كنبغيكم بزاف.